الذين يوجهون خراطيم المياه إلى ساحات المطالب ويلقون قنابلهم المسيلة للدموع على المتظاهرين ويمنعونهم من قطع الحدود التي رسمتها السلطة ويضربونهم أحياناً. هؤلاء هم عسكريون غير متقاعدين. أما المتظاهرون هنا الذين يقفلون المرفأ ومصرف لبنان ويهددون بالتصعيد وقطع الطرقات فهم عسكريون أيضاً ولكن متقاعدون، لم يعودوا يتلقون أوامر من السلطة، إنما باتوا يشعرون بحقهم في رفض كل ضربة كف يذوقونها منها. من كل قوى الأمن يعني هو في تنفيذ الأوامر قبل كل شيء، وأكيد على مضض وعلى حصة لأنه الحقوق كلها عم بتضيع وعم تهدر. كانت السلطة قبل تعطينا أوامر لنقمع، هلأ السلطة هي ذاتها بعدها تقريبا السلطة كمان عم تهدم لنا حقوقنا، حقوقي أنا وخي المدني تتساوى وبتتلاقى مع بعضها. المتظاهرون المدنيون لطالما وجهوا رسائلهم إلى العسكريين. شو هتخبروا بكرة أولادكم؟ شو هتخبرون؟ كنتوا واقفين ضد مين؟ وها هم العسكريون اليوم يطالبون المدنيين بملاقاتهم إلى ساحات الاعتراض كي لا تمتد يد السلطة إلى حقوقهم. نحن كعسكريين متقاعدين صارت حقوقنا معروفة شو هي، بس هالناس اللي بده يزيد عليها البنزين والتفقاء وجاي المدارس وهالشوفير التاكسي اللي بده يزيد عليه البنزين، هود الناس شو عم يعملوا؟ هود الناس شو ليش نايمين؟ توجب علينا، نحن منا هواة تظاهر يعني، سابقة بلبنان انه العسكري ينزل على الطريق ويتظاهر، يعني هيدا شيء ما حدا بيتخيله، ولا كنا بلحظة من اللحظات متخيلين نفسنا نحن ننزل على الطريق لنطالب بحقوقنا. نحن اللي خدمنا هالوطن، اللي حمينا الأموال الأملاك العامة الأملاك الخاصة، حمينا حتى كراسي هالنواب والوزراء، نحن اللي حميناهم لوصلوا لهالكراسي. وتبقى عدسات كاميرات المصورين شاهدا على كل أدوار العسكر، من العسكري المحطم لها والقامع للمتظاهرين إلى العسكري المتظاهر. عم بجوعك مثل ما عم بجوعني. حبيبي انت يا عمي، بس هيدا حرامي. ليال بوموسى، قناة الجديد.